حد يدخل. محاضرتنا اليوم تكملة للمختبر السابق اللي هو البلاد أن تشو فلاجليت. احنا اخذنا بالمختبر السابق اخذنا شنو؟ اخذنا بالمختبر السابق طبعا واحد يجاوب الليشمانية. عرفنا انه بها طورين مهمة اللي هي الاماستيكوت والبروماستيكوت. الاماستيكوت كانت هي شنو؟ الدياجنوستيك جود الدياجنوستيك ستيج، والبروماستيكوت كانت الانفكتيف ستيج. شباب الترايبانوسوما نفس فكرة ال يعني الليشمانية ايضا من البلاد عن تشو فلاجليت يسموها الهيموفلاجليت تكملة هي ترايبانوسوما. ترايبانوسوما ايضا تصيب البلد والتشو. طبعا بيها نوعين مهمة جدا اللي هي ترايبانوسوما فروسي جامبينيسي. طبعا شباب الترايبانوسوما منتشرة بافريقيا، يعني نادرا نادرا ما نسمع انه شخص انصاب بالترايبانوسوما عندنا بالعراق. وحتى المصابين اغلبهم هم من ذول العاملين اللي يجون من افريقيا ممكن يشخص به الاصابة لانه الناقل مالته هو الموطن الاصلي مالته هي بافريقيا. الذباب هسه اللي راح نجي ناخذ الفيكتور هو بافريقيا، واتفقنا انه هذا هاي الامراض سواء كانت الليشمانية او الترايبانوسوما ما تنتقل مباشرة بيرسون تو بيرسون، وانما تنتقل عن طريق فيكتور. تمام زين. اذا النوع الاول سميناه ترايبانوسوما فروسي جامبينيسي من اسم جامبينيسي من منطقة اسمها جامبيا، يعني دولة اسمها جامبيا. سموه الويست افريكان سليبنج سيكنس، ويست افريكان سليبنج سيكنس هذا اسم المرض. واكو النوع الثاني ترايبانوسوما بروسي روديسينيس. الروديسينيس هاي مدينة او دولة اسمها روديسيا ايضا موجودة بافريقيا، تسمى يسبب مرض يسمى الايست افريكان سليبنج سيكنس. النوع الثالث اللي هي ترايبانوسوما كروزي هذه موجودة بأمريكا اللاتينية تسمى أو تسبب مرض يسمى الأمريكان ترايبانوسومياسيس أو يسموه تشاكاز ديزيز. تشاكاز ديزيز زين. خلينا نعرف إنه هي إيش راح تصيب. هي تصيب السي إن إس سنترال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم بالتالي راح تسبب حالة شديدة من النوم، تصير sleepiness chronic sleepiness. تمام لذلك تسمى بالافريكان سليبنج سيكنس هذا اسم المرض اللي تسببه. زين راح تشوف المصاب وكانه مخدر، ياخذ فتره طويله يصير عنده mental dullness، راح يصير عنده نوع من البله، راح يصير عنده مشاكل سلوكيه بسبب النعاس اللي يسيطر عليه بسبب يعني وما يصاحبها. بالتالي راح يصير عنده كوما، قلة التغذية، أثناء الكوما راح تؤدي إلى الوفاة. تمام الترايبانوسوما روديسيني rarely invade the CNS ولكن سبب الموت much faster. إذن الأخطر والأشد هي الترايبانوسوما بروسي روديسينيسيس، هي أخطر جامبينيسيس. اذا بكل الاحوال مدام شوفوا شباب مدام اي كائن اي فيروس او باراسايت يصيب الار بي سي راح نشوف يكون مصاحب او يعني الجهاز يعني جهاز الار بي سي او جهاز الكريات الدم راح نشوف راح يصاحبه وجود الفيفر. شباب راح يصاحبه وجود الفيفر فهي واحدة من علامات الاصابه. ايضا الترايبانوسوما بروسي جامبينيسي عرفنا انه اذا اقول لك واتس كوزز راح تقول لي ويست افريكان ليفنج سيكنس. الناقل مالتها الفيكتور اسمه تيست سي فلاي، هذا اسم الناقل، هذا الاسم الكومن نيم، هذا هو الكومن نيم تيست سي فلاي. تمام اسمها العلمي جلوسينا. جلوسينا شباب الاسم العلمي جلوسينا. زين
إذن هي هاي الناقل لمرض الأفريكان سليبينج سيكنس. الاسم العلمي جلوسينا، الاسم الشائع الكومن نيم سي فلاي. طيب نفس الفكرة مال الليشمانيا. الليشمانيا كان بها طورين، طور الأماستيغوت والبروماستيغوت. هنا عندنا طور اللي تشوفوه قدامكم اسمه ترايبوماستيغوت. ترايبوماستيغوت هو هنا الدياجنوستيك ستيج. هذا الصورة هي سلايد لار بي سي مصبوب بالجمزة او الليشمانستين ومفروش على سلايد اندر مايكروسكوب. راح نلاحظ وجود الترايبوماستيغوت. هاي الباور ستيج الموجود هو الدياجنوستيك ستيج. دياجنوستيك ستيج زين. طيب هاي هي تست سلاي جلوسينا، هي الناقل الفيكتور. زين الويست افريكان سليبنج سيكنس تسمى الجامبينان ترايبانوسوميسيس. اتفقنا انه كل كلمه تنتهي اس اي اس هي اسم مرض، هي اسم مرض. زين عرفنا السايت اوف انفكشن هو سنترال نيرفس سيستم، وواحده من النتائج مال الاصابه بهذا يعني هذا الفيدي هو يعني يؤدي الى الوفاه. طيب هنا راح نلاحظ انه الدياجنوستيك والانفكتيف ستيج. الدياجنوستيك ستيج هو الترايبوماستيغوت. الترايبوماستيغوت. الانفكتيف ستيج هو الميتاسايكليك ترايبوماستيغوت. ميتاسايكليك ترايبوماستيغوت. هذا هو التسيت سفلاي تحقنا بالجسم بعد ما وايد تسوي افضل مكان اللي تريد تتغذى على الدم يعني الدم مالته راح تحقنا ب الميتاسايكليك ترايبوماستيغوت. والدياجنوستيك ستيج اللي راح نشوفه بالدم هو ترايبوماستيغوت. زين التشخيص تشخيصه كلش بسيط شباب. مجرد انه راح ناخذ بلد، ناخذ دم، وراح نسوي له سمير صبغه. راح نفرش قطره الدم نفرشها على سلايد ونشفها، وبعدين نصبغها بصبغه الجمزه ونفحص تحت المجهر. طريقة بسيطة جدا ومو مكلفة وسهلة جدا. الكونسنتريشن تكنيك. الكونسنتريشن تكنيك كلنا مر علينا الكونسنتريشن تكنيك. هي طرق الكونسنتريشن تكنيك شباب من يذكرها؟ من يذكرها؟ فلوتيشن وسيجمنتيشن. فلوتيشن وفلوتيشن زين. وايضا اكو سيرولوجيكال تكنيك اللي هو ناخذ سيرم و Antibody Antigen Reaction وراح نشوف النتائج. طيب شباب هاي اكو خطأ بالكلمة هذه فوق، هي مو فورسي هي فروسي. PRU PRU تمام. خلنا نصلحها هسه. فروسي صلحت قدامكم لا لا؟ زين. نعم دكتور. تمام. ترايبوماستيغوت بروسي روديسينيسيس او هذه الصوره هي للترايبوماستيغوت شباب. مال ترايبوماستيغوت بروسي روديسينيسيس هذا هو الترايبوماستيغوت شباب. هو الدياجنوستيك ستيج. اذا تلاحظون هاي الار بي سيات اللي حولها، تشوفون هاي الار بي سيات الموجوده بالصبغه. طيب نجي على الترايبوماستيغوت كروزي. ترايبانوسوما كروزي هذه مختلفة تماما عن الروديسينيسيز او الترايبانوسوما جامبينيسيز. اختلاف تماما. هذه هنا تسمى او تسبب لنا مرض يسموه الامريكان ترايبانوسوميسيز او تسمى بالتشاكاز ديزيز. هذا اسم المرض. زين. هاز انتراسيلر اماستيغوت ستيج ذات ديفلوب ان كاردييك برين اند فيزيرال تشو. فبالتالي ما راح توصل للبرين وللكاردييك للقلب، فاذا ايضا راح تكون خطر. زين وجود الترايبوماستيغوت بالبريفرال سيركوليشن بالضبط مثل الروديسينيسيز والجامبينيسي. ايضا وجود الترايبوماستيغوت تكون متواجده بالدم. زين هذه هي الترايبوناسوما كروزي. هذا الترايبوماستيغوت ترايبوماستيغوت اوف ترايبوناسوما كروزي. هذا بلاد سمير.
هنا الدياجنوستيك ستيج هو ترايبوماستيغوت شباب ترايبوماستيغوت زين والميتازايكليك ترايبوماستيغوت هو الافكتيف ستيج نفس الفكره تمام هنا عاد شنو الاختلاف هسه واحد يسالني شنو الاختلاف الاختلاف انه الترايبانوسوما كروزي الفكتور مالتها هو مختلف الناقل مالتها يسمى بالترايتومان بج الاسم الشائع مالته كيسينج بج تمام اعيده الفكتور هو ترايتومان بج الاسم الشائع الكومن نيم كيسينج بج هذا شنو هذا راح يجي على مكان الجرح اللي راح يسحب الدم من عنده او اللي راح يمص الدم من عنده على جسم الانسان ويسوي ديفيكيتنج راح يخلي الميتاسايكليك ترايبوماستيغوت يدخل داخل الجسم تبدي دورة الكائن او الطفيلي داخل الجسم هاي هي الترايتوما بج شباب هاي هي الترايتوما بج الكيسنج بج اوكي تمام هنا شباب هي حارتنا بسيطة اليوم احد عنده سؤال شباب احد عنده سؤال خلص المختبر مختبر بسيط شوية اسماء مزعجة اكو احد عنده سؤال شباب دكتور قلت الاختلاف بيناتهم بس بالفكتور الاختلاف حاليا فقط الفكتور واسم المرض ايضا مختلف زين وشون لمن هو صاب الانسان عن شان راح اعرف الاختلاف اولا المكان يعني هاي بامريكا اللاتينية اثنين الناقل مالتها ثلاثة نفس يعني اختلاف المناطق اختلاف المناطق والناس اللي مصابين بعض الاعراض هي متشابهه جدا بعض الاعراض ايضا ما دام البريفرال سيركيليشن اذا هم نفس الحاله راح يصير فيفر وراح يصير عنده سليبنج وراح يصير عنده يعني سيكوليز يؤدي للوفاه تمام لذلك هي ظلت من ضمن الترايبانوسوما الترايبوماستيغوت هو ذا سيم ميتاسايتيك ترايبوماستيغوت الانفكتيف ستيج ذا سيم تمام واضح اي دكتور واضح زين اوكي شباب بعد من عنده سؤال من عنده سؤال شباب بس السلايدات المطلوبه رسم نعم السلايدات المطلوبه رسم المطلوبه رسم يلا ان شاء الله خليني اقول لكم هذا اسرح طلعت هذا واحد ترايبانوسوما بروسي جامبينيسي رقم السلايد 6 شباب المحاضرة طبعا نزلت على الكلاس روم اذا تحبون تاخذوها هذه اول صورة رقم 6 مطالبين بها هذه الصورة مال الروديسيني ايضا مطالبين بها واحدة من عندهم تاخذون مو اثنيناتهم اوكي رقم السلايد 11 هذه الترايبوماستيغوت اوف ترايبانوسوما كروزي رقم السلايد 13 اذا فقط ثلاث رسوم شباب فقط ثلاث رسوم تمام اوكي شباب تسمعوني 13 بس الصوره ما حل واضحه يعني اكو غيرها ماكو غيرها شباب ماكو يعني انت من راح تفتحها لها هي واضحه رقم 13 واضحه اعتقد بالعكس هي اوضح وحده هسه من راح تكبرها تاخذ المحاضره وتكبرها راح تشوفها واضحه شباب احد عنده سؤال استفسار طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور احنا على اساس كان هذا الاسبوع اطلع يعني للمد يعني نقعد نعم نقرا نعم تأجلت الامتحانات واحنا اغلب طلاب المحافظات نزلنا نعم وانا جروب يوم الاحد واريد اخذ تعويض يوم الثلاثاء انا نزلت الخميس كلش ما تفهمت النزول ماشي سهلة بس بشرط انه تجي
اي اجي يوم الثلاثاء ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، شكرا لك. اهلا وسهلا بك.